هكلمكم على حاجة كأهلاوية عشان تكونوا فخورين بالنادي الأهلي. ليك فخور وانت بتتفرج على الفقرة الأخيرة دي، ليك فخور وانت بتعرف ان النادي الأهلي جرى فيه أول اجتماع للجنة الأولمبية المصرية. بيختصنا طبعا أستاذنا الأستاذ سعيد بوثيقتين هامتين للرياضة المصرية. اللجنة الأولمبية المصرية يعني حاجة ممكن تشرب قهوة لغاية لما أخلص مع الناس عشان بس اللجنة الأولمبية المصرية دي حاجة عظيمة، والرياضة الأولمبية حاجة هي الأعظم في تاريخ الرياضات. أول وثيقة قدامكم دي لجلسة تكوين اللجنة الأولمبية المصرية والتي انعقدت في النادي الأهلي بتاريخ 11 مايو سنة 1934. اتكلم على تاريخ كبير جدا. في دول كونت بعد هذا التاريخ بعشرات السنوات، النادي الأهلي جرى فيه هذا الاجتماع الهام جدا لانعقاد اللجنة الأولمبية. باختصار للي قدامكم ده عشان وانتم بتقروه، يعني انه تنفيذا للفقره الخامسه من الماده 11 من قانون اللجنه الاهليه للرياضه البدنيه، وعملا بالماده 15، احنا بنتكلم على لوائح وقوانين من سنه الثلاثينات والعشرينات لتاريخ الرياضه المصريه. الفخر والعزه ليكم كاهلاويه انه يجري هذا الاجتماع في النادي الاهلي في الجزيره. هسيب بقى الاستاذ سعيد يتكلم وانتم بتقروا بتشوفوا هذه الوثيقه والوثيقه الاخرى للمحضر الاجتماع لهذه الوثيقه اللي بينفرد بيها قناه الاهلي وللاهلاويه عشان تحسوا بالعزه والفخر. استاذ سعيد. لا هو انا بس عايز يعني اصحح برضو حاجه صغيره. صح يا فندم. هو الاهل مصر من اوائل الدول اللي اشتركت في الحركه الاولمبيه العالميه. صحيح. 1910 انا ما قلتش كده عشان تبقى غلط. لا لا معلش بس عشان بس الناس ما تفتكرش ان ده اول اجتماع، لان هو 1910 تاسيس اللجنه الاولمبيه المصريه. تمام. واخد بالك؟ تمام. وكان برئاسه الامير عمر طوسون. صحيح. وكان معاه بولاناكي اليوناني مصري يوناني وهو اللي تقريبا عمل كل الترتيبات. في المناخ ده 1934 كان وقبليها بسنوات كان بعد ثورة 1919 الحركة الوطنية اشتعلت ضد الاحتلال البريطاني. وكان في مناداة دايما بتمصير كل شيء. يعني زي مثلا بنك مصر اللي اتعمل عامله طلعت حرب وكده. فعمل الاتحادات الرياضية او الرياضة ما كانتش ممصرة. يعني كانت اجانب. حتى اللجنة الأولمبية المصرية كان مقرها في اسكندرية. وكان السكرتير العام اللي هو اللي بيديرها الدنيا وبتاعها اللي هو كان بولاناكي، وكان عمر طوسون الامير عمر طوسون كان واجهه يعني حقيقه، وكان هو عشان بيصرف وكده، انما كان معظمهم انجليز بريطانيين وفرنسيين ويونانيين وجريك وحاجات زي كده. وده كان شأن ده كان في الاتحادات. اول حاجه اتعملت جعفر والي باشا رئيس النادي الاهلي لما اسس اتحاد الكوره 1900 دعا لتأسيس اتحاد الكرة المصري. جعفر والي باشا رئيس النادي الأهلي أسس اتحاد الكرة المصري مع نادي كان أيامها المختلط ونادي السكة الحديد ونادي الاتحاد السكندري. يعني جمع دول وعمل اتحاد موازي للاتحاد كان موجود، كان اسمه اتحاد المختلط، كان برأسه بولاناكي اتحاد الأندية المختلط. بعد سنه 1928 المختلط هو نادي الزمالك حاليا. الزمالك حاليا يعني. بعد 1928 مصر اشتركت في دوره امستردام الاولمبيه. واول مره نحقق نتائج، يعني اول دوره نحقق فيها نتائج كبيره جدا. اثنين ذهب واثنين فضه، اثنين فضه واحده برونز. تمام. واللي هي الدوره اللي عملت اسم السيد نصير. وعملت اسم مصر في رفع الاثقال والمصارعه وكده. يعني واحده سيد نصير رفع اثقال، مصارعه ابراهيم مصطفى. المهم الشاهد يعني في الوقت ده كان في الحركه الوطنيه مشتعله، وكان الشعور الوطني كان كبير، وكان عمليه التمصير دي مساله صحيح. مهمه. فبعد هذه الدوره دعا قد حمله توقيعات، وقدم عريضه للملك فؤاد عشان تمصير اللجنه الاولمبيه المصريه، تمصيرها. لان كان وطلب في الوثيقه دي ان يتشال بولاناكي
وده واحد من اهم مؤسسين الرياضه المصريه. طيب. وده المواقف الملتبسه يعني. ان تشال بولاناكي ويجي حد مصري عضو في اللجنه الاولمبيه الدوليه. بولاناكي ده كان عضو في اللجنه الاولمبيه الدوليه من 1910. فسيد نصير عمل لوبي يعني وكده، وكان في ناس بتدعمه عشان الحركه الوطنيه وكده. المهم ومصر هددت ان احنا ان مش هتشارك في اولمبياد لوس انجلوس 1932 لو ما اتغيرش بولاناكي، ما اختاروش واحد مصري مكان بولاناكي، ما اختاروش، فمصر ما اشتركتش. فده كان ضربه كبيره جدا للدوره الاولمبيه، لان مصر كان بدات اربع واخدين اثنين ذهب واثنين فضه كده، بطل وقتها، بطل الابطال الاولمبيه. فبداوا يستجيبوا لمصر سنه 1934 في بداياتها. صحيح. وغيروا بولاناكي، شالوه من مصر، من عضويته في مصر، وخلوه عن شرق اوروبا، وجابوا بداله، رشحوا مكانه محمد طاهر باشا الاهلاوي، يبقى مكانه في اللجنه الاولمبيه الدوليه. وهو ده كان واحد من اهم الناس المهمين جدا في اللجنه الاولمبيه الدوليه، كان نائب رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه عن برضه يعني شرق غرب اوروبا، وعن مصر طبعا. بس لما قامت الثوره هو راح عاش في لوزان في سويسرا. وتلك قصة أخرى يعني. المهم أهمية الاجتماع ده بقى إيه؟ 1934 تمام، أول اجتماع للجنة اللجنة الأولمبية المصرية بعد تمصيرها. يعني بمعنى إيه؟ تشكيل اللجنة تم في النادي الأهلي، خروج الأجانب مظبوط كده؟ تشكيل في النادي الأهلي. النادي الأهلي دعا لتشكيل لجنة أولمبية مصرية يعني خالصة. اثنين، الاجتماع تم في النادي الاهلي، فجت في المناخ ده لان الاهلي كان رمز الوطنيه. صحيح، واخد بالك. مش مصادفه اطلاقا يعني. الاجتماع يتم في النادي الاهلي والاتحاد السليم. اول اجتماع تمصير بعد التمصير. أو عمليه التمصير نفسها تمت في النادي الاهلي. يعتبر الاجتماع هذا ده الاجتماع تمت في الاجتماع ده. وعقد اول اجتماع، وبعد الاجتماع قالوا هنروح بقى القصر عابدين عشان نوقع في التشريفات. هنا هتلاقي في الاخر عشان يعني يوقعوا في هناك في التشريفات ان احنا اللجنه الاولمبيه الجديده وكده. ده ليه دلالات رمزيه كتيره جدا. ان الاهلي من زمان جدا هو يعني حامل هم الهم الوطني للرياضه المصريه، وهو المبادر دايما بتاسيس الاتحادات، هو المبادر دايما بدعم اللجنه الاولمبيه المصريه. يعني هو القاطره اللي بتجر الرياضه، وبتجرها على قاعده من المبادئ. مبادئ الروح الرياضيه اللي احنا عارفينها، مبادئ الاخلاقيه، مبادئ التربويه. فده من هنا دي قصه الوثيقه. شكلوا اللجنه برئاسه الامير محمد عبد المنعم، وفي بقى اثنين باشوات او ثلاث باشوات معاهم. صحيح. ده في محضر الاجتماع. وبعدين قعدت اللجنه دي 4 سنين، جه بعديها محمد طاهر باشا رئيس للجنه. قعد رئيس اللجنه لغايه سنه 1954. صحيح. بعد الثوره حصل بقى التغيير، وتلك قصته. دي قصه الوثيقه. القصه دي ممكن تتكلم على يعني الوثيقه دي تفتح لك يعني محاور لكلام كتير جدا. صحيح. الحاله الرياضيه كان شكلها ايه؟ الحاله الوطنيه كان شكلها ايه؟ 1934 كان شكلها ايه؟ دور الاهلي دايما يعني في القياده، او دور الاهلي دايما في عمليه تمصير النادي الاهلي. قاد العمليه دي في الاتحادات، في تمصير الاتحادات برضه، وحارب رفض ان هو يشترك في المسابقات اللي فيها دايما انديه يعني غير مصريه. وكان مبادر بتاسيس اتحاد مصر لكره القدم ما فيهوش انديه اجنبيه، يعني كان في الجيش البريطاني مثلا. كان ليه فرقتين ثلاثه بتلعب في الدوري اللي بدا قبل الدوري، يعني في الدوري الانديه. اسم دوري المختلط او بطوله المختلط او حاجه زي كده. وبعدين يعني في ماتش مثلا، ماتشات الاهلي كسب فريق البريطاني، لو اقوى فريق في مصر كان بيمثل الجيش البريطاني 2-1 في نهائي كاس السلطان حسين. والماتش اتلعب على ملعب العباسيه، وده كان اكبر ملعب في مصر. خرجت مظاهره من ملعب العباسيه لغايه مقر النادي الاهلي بالجزيره، لكن هم ماشيين بقى راحوا سكنات الجيش البريطاني. لان الفوز ده ليه دلاله سياسيه او دلاله وطنيه،
وكان يوم يعني اللي بيقرا التاريخ وكده ويقرا الجرايد في الوقت ده يوم من الايام الوطنيه الجميله جدا، الناس كلها الجمهور الكوره كله ماشي يهتف مصر والاستقلال وبتاعه، كان دعاوى للاستقلال ايامها يعني، ده كان الشعار الوطني الكبير الاستقلال التام او الموت الزؤام وبتاع اللي هي شعارات ثوره 19. فخرجت اكبر مظاهره شهدتها القاهره في تلك الايام من بعد ثوره 19 من الجمهور اللي شاف الماتش ده حوالي 15 او 20 الف متفرج من العباسيه لغايه النادي الاهلي بالجزيره، لكن وقفوا بقى كتير بقى عند سكنات الجيش البريطاني في قصر النيل. وتلك قصه اخرى.